بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كل أمين. كل سنة وطيبين، يعيد عليكم هذه الأيام بخير والسلام. دايما اتعودتوا مني أن أنا أنزل الواقع ونعيش الواقع مع بعضنا شوي، لأن دايما الواقع بيبقى فيه استفادة أكتر. الموضوع مش موضوع مجرد عظة أو اجتماع أو كلمات مرتبة، لا، الدنيا فيها أمور بتتغير، فلازم إحنا كمان نعرف إيه اللي حوالينا، إيه اللي بيدور حوالينا. أنا خدت بركة الكانون سنة 87 في يناير، يعني إن شاء الله يناير الجاي 28 سنة. الله يخليك تعيش تعيش. في شهر يوليو 87 بعد رسامة 6 شهور، سيدنا البابا المتنيح البابا شنودة أوكل إلي خدمة حالات الارتداد على مستوى القاهرة. وفي كل اجتماعات كنت بنبه وانصح الآباء والأمهات، خلي بالكم من ولادكم، في طيار صعب شغال هو طيار الارتداد ده أيامها. وبدأنا على قد ما ربنا كان بيقدرنا من جهد كنا بنعمله ونبذله من أجل إن احنا يعني نحمي ولادنا وبناتنا من هذا الطيار اللي هو طيار الايه؟ الارتداد. ايه هو طيار الارتداد؟ واحد ينكر إيمانه ويروح الدين الآخر. واضح؟ الواقع بتاعنا في الأيام ديت، واللي انا جاي برضك زي ما تعودت زي وعودتكم حته الواقع، ان انا اصحيكم واعيكم. الشيطان مش سايبنا في حالنا، كل شويه يطلع علينا حاجه. فالايام ديت في طيار اصعب من الارتداد وهو الالحاد، واخدين بالكم؟ ويمكن كان سيدنا البابا الأنبا تودروس ربنا يديله الصحة اجتمع بينا من كام يوم كهنة القاهرة كلهم عشان نتكلم مع بعضنا شوية في الموضوع دوت. انتم دوركم كأمهات، انا شايف ان معظم الموجودين أمهات يعني، فلازم انتم نفسكم تكونوا واعيين وصحيين. ايه موضوع الإلحاد ده اللي هو الطيار الجديد اللي الشيطان بيحاربنا بيه ده واكتر كمان؟ فأي طيار بيطلع، الارض الخصبة للطيار ايا كان هما الشباب، خاصة احنا شبابنا الايام ديت شباب واعي وعنده الدنيا مفتوحة وعنده الأجهزة متوفرة ليه قدام عينه 24 ساعة، وعنده المواقع اللي بيخش فيها ويعرف ده ويعرف ده ويعرف دوت. وللأسف وأنا قبلكم، إحنا كأباء وأمهات راحت علينا في موضوع الأجهزة اللي شبابنا بيقعدوا عليه. يعني النهاردة مش كل الأمهات تعرف تقعد على الفيس، ولا تعرف ابنها ولا بنتها بيتعامل ازاي مع الاجهزة دي. وممكن يكون ابني ولا بنتي انجرف ورا هذا الطيار الصعب عن طريق النت، وانا كأب او انت كأم مش دريانين. فانا الاول احنا يعني نوعي نفسنا الاول، عشان ان حسيت ان ابني او بنتي انجرف ورا هذا الطيار، على الاقل اعرف حتى لو ببساطه ازاي اوعيه وازاي اكلمه. فاحنا كلمه الحاد يعني لا يؤمن بوجود الله، لا يؤمن بوجود الله. يقول لك ما فيش حاجه اسمها ربنا. طب الطبيعه دي كلها يا جماعه اتعملت ازاي؟ يقول لك لوحدها كده. طب الانسان ازاي بيعيش وازاي بيموت وبعد ما بيموت بيروح فين؟
يقول لك دي جينات وخلايا شغالة في البني آدم لها بداية ولها نهاية، لما بتيجي نهايتها خلاص، ده الفكر بتاعهم. ويقعد يقاوح ويلامد عشان يثبت فكرته انه هو صح، وطبعا غلط، مش حاجة اسمها مفيش ربنا. طب احنا ببساطة يا احبائي، ازاي نؤمن ان هناك الله وفي نفس الوقت نقدر نوصل الحتة ديت؟ دي كانت مقدمة لموضوعنا على فكرة. اول حاجة اثبت بيها وجود الله، اسأل ابائنا واجدادنا اللي من اول الخليقة، انت مش هتيجي يا ابني النهاردة ناس عاشت الاف السنين يؤمنون بوجود الله وانت تيجي النهاردة يا ابن امبارح تقول لي لا ما فيش ربنا وعاوزنا صدقك؟ ما ينفعش. تقول لي طب اثبت لي. اقول لك مش انا اللي هثبت لك، انا الاول هرجع زي ما قلت لابائنا واجدادنا الاولين. يا ابائي يا اجدادي يا اللي عشتوا في الدنيا قبلينا، هل فعلا كنتوا مؤمنين ان هناك الله ولا لا؟ يجي اول من يرد علي انبياء العهد القديم، اول من يرد علي على هذا السؤال انبياء العهد القديم. انبياء العهد القديم من اول سفر التكوين موسى النبي اللي ذكر او نطق على لسانه هذه النبوة اللي هي موضوعنا بتاع النهاردة، رأس المرأة يسحق رأس الحية، بداية من موسى. وكل ما ورد على لسان موسى من انبياء وبعدين يليه الانبياء اللي بعديه، زي مثلا على سبيل المثال اشعياء النبي يجي يتنبأ بنبوة من قبل ما تحصل بآلاف السنين، يقول لها عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل اي الله معنا، ويحصل هذا الكلام. ويجي مثلا بردك احد الانبياء يتنبأ عن راجل لسه ابوه وامه ما اتجوزوش اصلا عشان ينجبوه، يقول عن هذا الرجل خير له لو لم يولد، ويقول عنه يأخذ وظيفته آخر، ويقول عنه يسلم سيده بثلاثين من الفضة. من هذا الرجل؟ الكلام ده اتقال عنه قبل ما يبقى في مشروع أصلا لأبوه وأمه يتجوزوا ويجيبوا يهوذا، لكن كان هناك نبوات بتتكلم عن الكلام ده، هناك نبوات بتتكلم عن مجيء السيد المسيح كلمة الله المتجسد وإيه اللي هيحصل فيه. ابن الإنسان يصلب ويوضع في القبر وبعد ثلاثة أيام يقوم. كل هذه النبوات يوم أن تتحقق هذه النبوات، وأظن إحنا كلنا عارفين يا كل صفوف السمائيين اللي بنقولها من بداية من عيد القيامة وطوال فترة الخمسين يوم اللي بنحتفل به بقيامة رب المجد، بنقول فيها في كل الصفوف اليوم قد كملت النبوات. ماذا يعني أنها كملت النبوات؟ يعني أن هؤلاء الأنبياء كان الذين تنبأوا بكل هذه النبوات، كانت هذه النبوات أصلا موحى بها من الله، اللي انت بتيجي كده النهارده تنكر وجوده موحى بيها من الله. يعني النبي ما بيجيبش حاجه من عندياته، ما بيألفش، والا لو هيألف ويجيب حاجه من عندياته ممكن يألف وممكن يقول، لكن مش ممكن ان هو ايه يتحقق. لكن كون ان يقول ويجي في وقت من الاوقات يتحقق كل هذه النبوات، والنبوات دي جاية موحى بي من الله، اذا هناك الله، هناك الله الذي تنبأ على لسان هؤلاء الانبياء اللي منهم بردك نبوية موضوعنا نسل المرأة مقصود به السيد المسيح له المجد
يسحق رأس الحية مقصود بها الشيطان، ودي اللي هنخش فيها بعد كده. بس يعني حبيت الأول أديكم فكرة بسيطة. طيب أول رد نقوله لهؤلاء أبائنا وأجدادنا اللي تنبأوا وتحققت نبوتهم، يبقى هنا يؤكدون هناك إيه؟ أن هناك الله موجود. ده في الحقبة الزمنية بتاعت أبائنا وأجدادنا في العهد القديم. طب تعالوا يا أبائنا وأجدادنا في حقبة العهد الزمنية العهد الجديد بعد ما تحققت هذه النبوات، ليكوا رد يؤكد لينا بوجود الله أنتوا كمان ولا لأ؟ يجي أول في العهد الجديد بعد التجسد رب المجد نفسه، له المجد سيد المسيح، يقول عبارة بيعرف ذاته للعالم كله، يقول لهم أنا هو. أنت مين؟ أنا هو الطريق والحق والحياة. خد بالك من اللي جاي. من آمن بي ولو مات فسيحيا، وإن كان حيا لن يرى الموت إلى الأبد. هل الكلام ده تحقق زي النبوات برضك بتاعت العهد القديم؟ يعني ايه؟ يعني ايه كلمة لو مات فسيحيا؟ هل تحقق الكلام ده؟ شفناه بعنينا؟ تقول لي ازاي؟ ظهورات القديسين. ماذا يعني؟ الست العذراء حتى لو مات فسيحيا. حد يقدر يقول العذراء انها ماتت؟ حتى لو باللفظ البشري ماتت، لكنها حية، وتؤكد لنا بعد في كل يوم انها حية من خلال ايه؟ ظهوراتها ومعجزاتها. ويمكن انا ذكرت الست العذراء انها على رأس الكل، وبحكم ان احنا كمان في الشهر بتاعها شهر كيهك المبارك الشهر المريمي اللي فيه تسبيحة 7 4، فظهورها دوت يؤكد قول السيد المسيح حتى لو مات فسيحيا. خد بقى بالتبعية معظم القديسين. طب ايه اللي يؤكد ايضا على هذا الكلام؟ وان هناك اله منظم هذا الكون، مش حاجة اسمها كل حاجة لوحدها. ده حتى القديسين اللي بنتكلم عنهم دول حتى بعد ما ماتوا بلغتنا وهم احياء باللغة الايمانية اللي سلمناها من السيد المسيح، مدي كل واحد فيهم عمل معين. يعني هو راح السماء، لكن لان هناك ارتباط بين الارض والسماء، ومين عمل الارتباط ده؟ الله اللي بتنجر وجوده، هو اللي مالي السماء والارض، هو المنظم السماء والارض، كل ما يدور في السماء وكل ما يدور على الارض هو منظمه بالدقة. ولذلك حتى بيطلب مننا كاولاده اسلكوا في كل الامور بتدقيق كحكماء لا كجهلاء مفتدين الوقت، لان الايام شريره. طب تعالى يا الهنا يلي ينطبق عليه في الكتاب المقدس، الهنا اله نظام وليس اله تشويش. طب احنا شاعرين ان في نظام في الكون ده، كل شيء ماشي بنظام، عارفين الشمس بتطلع بميعادها تيجي في ميعادها، يليها القمر وبرضك في ميعاده، يعني كل شيء شغال بنظام. لابد ان يكون هناك قوة وراء هذا النظام اللي منظم هذا الكون. هذه القوة هو الله. طب ده من ناحية الشمس والقمر والكواكب، لا امسك من ناحية البشر سواء اللي في السماء او اللي في الارض. كل واحد فينا سواء اللي في السماء او الارض ليه دور، ربنا موكل اليه هذا الدور ومنظم حياته ومنظم امتى انت تيجي، امتى تتولد في هذا العالم، وايه التدبير الالهي لحياتك على الارض. هي العمليه مش هيصه واي مولود يتولد ونفرح بيه ونولع الشموع ونعمل السبوع وخلاص على كده، لا، ده كل مولود ربنا عارف ليه اوجد هذا المولود في هذا التوقيت، عارف هيعيش قد ايه، عارف ايه دوره للمجتمع. يعني يوحنا المعمدان اكبر دليل، واللي امبارح كنا اول حضور شهر كيا كنا بانجيل عن ايه، عن بشارة الملاك
لزكريا بولادة يوحنا. زكريا وإليصابات قعدوا فترة كبيرة يطلبوا من ربنا عاوزين نسل يفرح قلبه. ماشي هديك نسل يفرح قلبك، بس العملية مش مجرد ولادة، ولادة عيل وخلاص، لا، العملية عملية نظام. أنا عاوز شخص معين هيجي في وقت معين يعدل الطريق. مين هذا الشخص؟ يوحنا المعمدان. هو اللي جه الصوت الصارخ في البرية، أعد طريق الرب وسبله. فالعملية منظمة في كل شيء. طيب يا قديسين يلي في السماء، حتى لو مات فسيحيا، وأكدنا بظهوركم أن أنتم أحياء، لكن القوة اللي منظمة كل شيء حتى وانتوا في السماء، ربنا منظم عملكم. مش احنا خلاص سبنا الارض وعايشين في السماء، خلاص بناكل رز بلبن، ولا بنفكر نتجوز ايه ونطلع ايه ونعمل ايه وناكل ايه ونشرب ايه؟ لا، احنا لينا عمل يخص برضك، يعني يمشي في خطة تدبير الله الموجود الذي مال السماوات والأرض والذي ينظم كل شيء في كل مكان في السماء والأرض. طب يعني ايه برضك عاوز تقول لنا يعني ايه؟ يعني كل قديس من الناس دي ليهم عمل معين، احنا على قد عقلنا وصل لنا الى حد ما لما جربناهم واختبرناهم في بعض الامور، قدرنا احنا كمان نميز كل واحد ربنا مديله عمل اسمه ايه. فانا ممكن هقول لكم القديس، انتوا على طول هتقولوا الوظيفة بتاعته. لو قلت والناس، يا سلام، يعني هي بتنظمها ايه؟ يعني حتى الحاجة الضايعة ربنا مخصص لها واحد، والواحد ده فين؟ في السماء. طب وماله مال الارض؟ وهلك معنى كده لانك انت يا ملحد بتقول الواحد يموت وانتهت على كده حياته. مين قال الكلام ده؟ وما للتعامل، ما اللي احنا التعامل اللي بتعاملهم مع القديسين ده اسمه ايه؟ طب اهو ماتوا، لكن بلغة إلهنا حتى لو مات فسيحيا. طب ده القديس والناس، قلنا كلنا بتاع الحاجات الضايعة. طب لو قلت لكم القديسة مارينا بتاعت خلفة الولاد، الناس اللي هم متأخرين شوية في الخلفة، القديسة مارينا. طب لو قلت لكم البابا كرولوس شفيع الطلبة. إذن كل واحد ليه عمل. ده يمكن من القديسين اللي عصرناهم ابونا فلتاوس السريان، لان انا عشت مع الراجل ده ايام حلوه قوي طوال فتره الاربعين يوم لما بعد الرسام اللي عملناهم في الدير. يعني معظم ليالي الاربعين يوم اتعشيت مع ابونا فلتاوس، ما كنتش اعلم ان في يوم من الايام ده يبقى من السواح، وكنا نهرج مع بعضه واخطف منه العيش وهو يخطف منه العيش، وكان كده يعني موضوع كده. ابونا فلتاوس النهارده واخد لقب ايه؟ الفيلم اللي شفتوه حاجات الايه المستحيله وحقيقه. طب ده انا اقول لكم على حاجه بسيطه قوي، لان مش موضوع وعظ. بعد ما اتفرجت على فيلم ابونا فلتاوس، فاول ليله بعد ما اتفرجت على الفيلم سهرت شويه في الكنيسه وما كانش معايا العربيه بتاعتي. وبعدين احنا يعني الشارع بتاعنا اللي فيكم جه ناحيتنا اتجاه واحد ناحيه القصر الجمهوري، وبعدين يخش بعد كده على الزيتون على عزبه النخل على المرج اللي هو الخط ده. طب انا عاوز ارجع العكس، انا عاوز ارجع، انا ساكن في الظاهر فالعكس غامره كده، عشان اوقف تاكس صعب ان اللي هو ماشي في اتجاه كده يلف ويرجع لي ويمشي لي في الايه الاتجاه بتاعي، خاصه كمان مع واحد زي مش هيعني يعمل حركة شهامة يعني ويلف والكلام ده. ده الوقف يعني. فانا ايه بقى بيني وبين نفسي كده قلت له يا ابونا فلتاوس، صحيح انت بتاع الحاجات المستحيلة، بس انا هطلب منك طلب خفيف قوي بس للتجربة، يعني نشوف. اصلا احب يعني يسامحوني يعني اختبر القديسين. يا ونس انت بيقولوا عليك بتاع الحاجات الضايعة، اختبرته اكد لي. يا بابا كرولوس شفيع الطلبة اختبرته لقيته. ابونا فلتاوس بقى
قلت له بص بقى انت لسه جديد، فايه يعني مش هحملك طلب تقيل قوي يعني، مع انك بتاع الحاجات المستحيلة، عاوز عربية توصلني. صدقوني لسه طلعت من باب الكنيسة الساعة 11 بالليل ولا 12 مش فاكر كان ايه، حتة مقطوعة بقى بعد في الوقت ده، مش لاقي حاجة، الاقي راجل غلبان جاي كده واقف قدام باب الكنيسة بيسأل الفراش على حاجة معينة، وبعدين سمع من الفراش بيقول عاوز واقف تاكسي لابونا. قال له هو ابونا رايح فين؟ قال له ابونا رايح الظاهر. قال له طب ده طريقي خليه يجي معايا انا اوصله. فشكله ما يقولش ابدا ان هو معاه عربيه وكان راكنها بعيد. فبيقول لي اسك رايح فين؟ قلت له انا رايح الدار. قال لي انا رايح باب الشعريه يعني طريقي. قلت له طب ماشي لكن معاك عربيه؟ قال لي اه يا ابونا معاه العربيه راكنها قدام اهو. ركبت العربيه قلت له ايه شكرا يا ابونا فلتقوس. اه صحيح حاجه سهله لكن برضك اكد لي ان لما تندح حد منهم يستجيب لك. طب يا قديسين يا اللي كل واحد ليه دور، واللي منظم الدور ده ومنظم الدنيا دي كلها قوة فوق ده كله اللي هي قوة الله، تيجي يا عم يا ملحد بعد ده كله تقول لي ما فيش الله؟ طب ازاي اصدقك؟ طيب يبقى قلنا عهد القديم، قلنا في العهد الجديد بناخد مختطفات. طيب تعالى نسأل يا اللي بتقول ما فيش الله، انا عاوز اخدك من ايدك وسامحني سيب لي نفسك شويه، في يوم معين في السنه، في ساعه معينه، في لحظه معينه، هروح انا وانت القدس. انا بكلم الملحد، ما اكيد طبعا ما احنا بنشوف على الهوا دلوقتي اهو. اه هاخدك من ايدك ونروح القدس يوم معين في السنة اسمه سبت النور، الساعة 1 ظهرا، لأنه ابتداء من 1:05 ل1:10 النور بيفج كل سنة بالظبط. ما ده أنا ليا أب كان هناك بيخدم هناك حكى لي بالتفصيل إيه اللي بيحصل ساعة فج النور. ما علينا مش موضوعنا دلوقتي. هاخدك اللحظة دي وهتشوف بعينك قبر يسوع بيطلع مش نار بيطلع نور، لانه وردك في يوم من الايام قال لنا كده زي ما احنا بنقول له في قانون الايمان نور من نور اله حق من اله حق، هو بردك كاولاده الحلوين اللي بيحبهم قال لهم وانتم كمان يا اولادي انتم نور العالم، فبنتعامل بالنور. عشان كده احنا ما بنمشيش في الظلام ابدا، كل حياتنا في النور في الوضوح. الدور والباقي على الخسيس، اللي يعمل عملته في الدرة ويجري زي الفار يدارة. انت لو راجل وجدع وما يهمكش حاجة تعمل عملتك وتقف وتقول انا اللي عملت، هي دي الرجولة. لكن مش تفجر هنا وتضرب هنا وتموت هنا وتحرق هنا وزي الفار تستخبى، دي مش سمة الرجولة ابدا. لكن احنا كأولاد الله اللي قال لنا كن رجلا وتشجع وتشدد، كل حياتنا في النور لان الهنا نور من نور، فبنتعامل دايما بالنور لان ادانا امر الهي سيروا في النور ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. ونيجي في الكنيسه نولع الشموع الانوار بالشموع، فيجي النور يفج من قبر يسوع في هذه اللحظه، والاب البطريرك يقوم ماسك الشمع الحزمة اللي فيها 33 شمعة تلقى على عدد سنين المسيح 33 سنة على الأرض وشوية، أول من يضيء هذه الحزمة ويطلع كل الموجودين ينوروا. ده أنت يا أخي لو أنت شاكك في الموضوع ده يا ملحد اسأل اليهودي، بس مش أي يهودي، في اسأل الناس اللي بيوقفين حرس على القبر معظمهم يهود، اسأل 2 ليهم مراكز عالية يأكدوا لك ان الكلام ده الهي ورباني ولا حاجة خدعة بشرية. مين هما 2؟ واحد يشغل زي مثلا عندنا هنا
وزير الداخلية، والتاني يشغل زي عندنا هنا محافظ القاهرة. مالهم دول؟ بيبقوا عاملين إجراءات أمنية على قبر المسيح عشان يتأكدوا إن مفيش أي خدعة بشرية تخش في الموضوع، ويبقوا قافلين القبر من ليلة أبو غلامسيس ومشمعينه بالشمع الأحمر، وهم اللي حاطين الشمع هم اللي بييجوا يشيلوه زي أيام صلب المسيح نفسه. هم اليهود اللي حطوا ختموا القبر بالختم وحطوا حراس، ومع هذا شافوه وهو قايم، قام منتصر على الموت. بردك ما زالوا بيعملوا كل سنة كده. الأب البطريرك وهو داخل يفتشوه تفتيش ذاتي، وزي ما بنشوف بيقلعوه الانتاج لعل يكون متخبي حاجة جوه، ولا ولا ولا، ويجي في اللحظة بمعينة زي ما قال له السابونة اللي بيخدم هناك حبيبي، يقول لي هي تقريبا من الساعة واحدة أو واحدة وخمسة لواحدة وعشرة بالكتير في خلال الفترة دي، بتلاقي قبر المسيح يبتدي مع صلوات الأب البطريرك اللي جوه يبتدي يعرق، يطلع عرق مية القبر، وفي لحظة معينة النور بيفج من كل ركن من أركان القبر. طب يا ملحد تقول ايه على الكلام ده؟ ظاهرة طبيعية عادية؟ طب لو ظاهرة طبيعية عادية زي ما انت بتأكد كل فكر من افكارك، اولا ثبت النور متغير، مرة يجي بدري شوية، يعني السنة دي مثلا عيد القيامة جاي امتى؟ جاي يوم 12 بدري قوي، ثبت النور اللي هو اليوم اللي قبل عيد القيامة، ساعات يجي بدري شوية، ساعات يجي وخر شوية، فلو حاجة طبيعية ما كانش هتيجي في اليوم اللي اتسمى باسم سبت النور، جي بدري جي وخري، المهم يوم اللي اسمه سبت النور اللي هو يوم اللي قبل عيد القيامة مباشرة وفي نفس التوقيت. طب لو حاجة طبيعية كان تحصل كل سنة، ده ما فيش سنة القبر ما طلعش نور، سمعته ولا سنة. حتى التاريخ يحكي لنا ان ابراهيم علي باشا مره ده قفله بالظبط، وحب يقول لهم لا ده الكلام ده مش مظبوط، وقفل القبر ومسنود على عمود من اعمده الكنيسه في القيامه، النور طلع اتشق العمود بالظبط، اتشق العمود، وهي واحده بتاكد لنا كل حاجه نقولها اهو، لان هي راحت احنا ما رحناش، ربنا يوعدنا. ده اكيد، ما احنا دلوقتي بنشوف على الهواء طبعا، يعني ربنا يوعد الكل. فكل هذا هل يعني او يقول ان مفيش قوة منظمة الدنيا دي كلها؟ يبقى انت، انا اسف، يبقى ما عندكش عقل. ولو انت ما عندكش عقل انا مش مطالب انا كمان الغي عقلي وابقى زيك، انت تبقى ملحد وانا ابقى ملحد. قصة زمان كانوا عندنا هنا مهنة واحنا اطفال صغيرين، مشكلة الجماعة دول ايه؟ ان بيقيس كل حاجة بعقله الصغير. فالقصة الجميلة اللي حكوا لنا واحنا صغيرين زمان، اكيد كلكم معظمكم عارفينها، اللي بتقول تحكي عن رجل راهب كان ماشي مع شاب ملحد من زي الشباب بتاع الايام دي، فعاوز يديله درس عملي، يقول له ما تفكرش بعقلك المحدود، انت بتفكر في مين؟ بتفكر في اله غير محدود. بايه؟ بعقلك المحدود صعب قوي توصل له. واظن اللي قبليك على سبيل المثال مثلا الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، لا مؤمن، مؤمن حسب ايمانه هو، لكن ما عملش ملحد، لا هو رجع عن فكره بعد كده، لكن في جه فتره ماشي، ما اقصدش، انا اقصد اقول لك جزئيه الالحاد يعني اترد عنها. يعني معظم الناس دي على فكره امنوا بالسيد المسيح بس ممكن يكون جواه، خد بالك. المهم، فالقصه بتقول بقى ان الراهب معاه شاب كده ملحد، فاستغل فرصه عاوز يديه درس، كان ماشيين على شط البحر ولقوا طفل صغير عامل حفرة صغيرة كده زي ما كنا بنلعب احنا اطفال صغيرين كده، ومعاه جردل،
عمال رايح على البحر يملى الجردل ويجي يملى ايه، يصب فين؟ في الحفره. ده الطفل الصغير. فابونا واقف قدامه الولد كده شويه، ومعاه الاخ الملحد اللي جنبه، وشويه مسك الطفل دوت ابونا، قال له تعالى يا حبيبي، انا بقالي ساعه شايفك عمال رايح جاي رايح جاي تملى من بحر تحط في الحفره، انت عاوز تعمل ايه؟ قال له نفسي انقل ميه البحر دي في الحفره دي. قال له يا حبيبي ازاي؟ ده شايف البحر ميته كتيره قوي، وبحر واسع قوي، والحفره اللي انت عاملها صغيره قوي، مش ممكن ابدا الحفره الصغيره دي تملا او تسع ميه البحر ده كله. قال له فعلا يا ابونا. قام بص للملحد، للولد الملحد، قال له هكذا، مع الفارق طبعا، عقلي وعقلك هي الحفره الصغيره مع الفارق، ان مهما كان البحر محدود لكن الله غير محدود، لكن عاوز يوصل له المعنى، مع الفارق البحر اللي انت شايفه الواسع ده، مع الفارق ممكن نشبهه بالله الغير محدود. هل ممكن الله الغير محدود يخش جوه عقلك المحدود وتستوعبه استيعابا كاملا؟ صعب. ده العلم نفسه. كل واحد العلم اللي هو يعتبر مكتوب في الكتب، الا ان لان العقل صغير ما يستوعبش كل العلم ولا كل العلوم، فكل واحد بيتخصص لتخصص. يعني امسك مهنه الطب، مش كل دكتور يفهم في كل حاجه في الانسان، لا، يقول لك انا متخصص للشعيرات الدمويه بس، انا متخصص للكرات الحمراء ولا البيضاء، ولا انا متخصص في العظام، انا متخصص مش عارف في الكلى، يعني كل واحد ليه تخصص. طب ليه مش واخد الانسان كله ما يستوعبش؟ واحد متخصص للعين، واحد متخصص للاذن، وهكذا في كل علوم مش علوم الطب بس. يعني حتى الكهنوت ربنا مخصص مدي مواهب، مش كله بيخرج شياطين، مش كله بيوعظ، مش كله صوته حلو ويصلي في القداس ونسمع صوته الحلو، مش كله بينرنم، مش كله يحل مشاكل، مش كله يواجه الطيارات، مش كله مش عارف ايه. كل واحد ليه تخصص على قد استيعابه. فاذا يا احبائي، قلنا عهد قديم اكد وجود الله بالنبوات اللي قالوها الانبياء وتحققت، قلنا العهد الجديد بيؤكد وجود الله بقول السيد المسيح حتى لو مات في سيحيا، شفناها في زورات القديسين وعملهم، قلنا في وجود الله من خلال النور اللي بيفج من قبر المسيح كل عام، ده يؤكد ان العملية منظمة ديت، ان هناك ايه؟ وجود الله. طيب بعد المقدمة دي تقول لي ده معقولة لسه اخش في الموضوع؟ اقول لك لا، انا طبعا يعني خمس دقايق واخلص، لكن كان ليهمني جدا قبل ما اتكلم في رأس موضوع ونقط واحد واثنين وثلاثة، ان انا اصحي نفسي قبل ما اصحيكم. احنا مسؤولين قدام ربنا عن ولادنا وبناتنا دول، فعلى قد ما ربنا يقدرك نحاول نكون يعني صحيين لولادنا. تعالوا بينا بقى معلش، يعني حتة النسل المرأة يسحق رأس الحية، كان ايه سببها؟ كان سببها الخطية الجدية اللي عملها ابونا ادم لما خالف وصية ربنا. كان فيها ثلاثة اشتركوا في الخطية دي، ادم وحواء والحية. فنتيجة ان هما الثلاثة اشتركوا، هو طبعا ربنا عاقب الثلاثة، قال له يا ادم بعرق جبينك تأكل خبزك، وانزل الى ارض الشقاء سوف تنبت لك الارض شوكا وحسكا، وانت يا حواء بالوجع تحبلين وتلدين، وانت يا حية على بطنك تزحفين ومن تراب الارض تأكلين. وبدأ يسري هذا العقاب في الثلاثة أطراف، آدم وحواء والحية حتى الآن. طب نسل المرأة بسبب هذه الخطية اطرد آدم من الجنة هو وبنيه. طب ربنا عاوز يرده إلى مرتبته الأولى ومكانته الأولى، لأن لعلمكم الله بيحب الإنسان جدا، ما خلقوش عشان يبعد عنه، عشان يطرد من الجنة، عشان يتعاقبه بس، لا، ده قال لذتي
في بني آدم، وقال أنا من أجل الإنسان أنا مهدت العالم ده كله، الكون ده كله. ده كفاية حتى يمكن برضك ما فاتتني لما تقرأ الست أيام بتوع الخليقة قد إيه كان كل شيء منظم. اليوم الأول خلق إيه والتاني إيه والتالت إيه. فالإنسان خلقه في الآخر بعد ما مهد له كل شيء، كان كل شيء يعمله يرى الناس، يرى الله أنه حسن. وحسن لمين بالأخص؟ للإنسان اللي أنا هوجده بعد كده. ومن محبة الله للإنسان اللي بسببه اتحققت النبوة نسل المرأة يسأك رأس الحية، من أجل محبته للإنسان خلق العالم كله بكلمة كن فكان، إلا الإنسان. ما قالوش كن إنسان مش حاجة كده على البيع، لا. ده شوفوا المحبة القوية بين الله والإنسان. لما جه يخلق الإنسان قال نخلق، اللي النهاردة بيجحده الإنسان، اللي النهاردة بينكر وجود الله. فوق يا إنسان، فوق وشوف ربنا قد إيه بيحبك بدليل عمل معك إيه، أو جاد لك كل شيء زي ما قلنا. وبعدين لما جه يخلقك قال حاجة كده جميلة قوي، قال نخلق إنسان كشبهنا على صورتنا ومثالنا. ايه ده يا رب الكلام الحلو ده؟ يستاهل الانسان اللي جاي يلحد النهاردة ينكر وجودك انك تخلقه على صورتك ومثالك؟ اه برضك مهما كان مصيره يرجع، مصيره يرجع لثوابه، وانا مش هسيبه لما يرجع، لكن برضك ارجع للاصل لذتي في بني ادم. طيب يا رب يعني انت خلقتني على صورتك ومثالك عشان بتحبني، اديتني من صفاتك، انت ناطق اديتني النطق، انت عاقل اديتني العقل، انت حي اديتني الحياة. طب يا رب بقى هل بعد ده كله لما اديتني من صفاتك هتخسرني بسبب الخطية؟ لا، هيجي يوم نسل المرأة يسحق رأس الحي. جه اليوم في ملء الزمان وبعد تحقيق النبوات، وزي ما قلنا أشعياء وهي عذراء تحبل وتلد، كل ده تم. وفي ملء الزمان جاءت كلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن الوحيد لأبيه مملوء النعمة وحقا. وبدأ الله بتجسده بعد تجسده عشان يتحقق هذه النبوة. قعد السيد المسيح يحير الشيطان لغاية ما تيجي اللحظة اللي يسحق فيها هذا الشيطان وهو على الصليب. تقول لي كان بيخدعه وبيعمل ايه؟ وده اللي خدع بعض الناس اللي حتى الان دلوقتي ماشيين على هذا الخداع. قعد يخدعه الشيطان لاخر لحظة، يبص للسيد المسيح هو ده انسان ولا الله المتجسد؟ هو ده إنسان طبيعي زي أي إنسان، ولا هو ده كلمة الله المتجسد المخلص اللي جاي يخلص البشرية مني؟ ده شيطان بيقول طب أجربه. فخده على الجبل عالي وقال أشوف هجربه بثلاث حاجات يوقعوا أي إنسان: شهوة العين، شهوة الجسد، تعظم المعيشة. انت جعان بقالك 40 يوم، طب لو قلت انت ابن الله قول للحجارة تصير خبز، يرد عليه السيد المسيح ردود مش مباشرة، لكن الشيطان ما يفهمش بيها بردك منها وعاوز يوصل هو ولا مش هو. يقول له ليس بالخبز واحد ويحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. طب تعال شايف ما مالك العالم دي كلها، انا مستعد اديها لك بس على شرط تسجد لي. يقول له للرب مكتوب للرب وحده تعبد واياه تسجد ولا تجرب الرب الهك. ايه ده يا رب؟ طب لغاية اخر لحظة مش عارف. طيب ومرة عشان كده بقى الخداع اللي اتخدعوه برضك بعض الناس لغاية دلوقتي، مرة يلاقوا انسان كامل. يعني ايه انسان كامل؟ يعني صام 40 يوم ويقول لك اخيرا جاع، على الصليب قال انا عطشان، في السفينه لقوا نايم. مره مش عارف قلت لكم الموضوع ده ولا لا،
بنت في خمسة ابتدائي وبرضك من ضمن الطيارات اللي كنا موازنة بنواجهها بين بعض الناس، بنت لينا من بناتنا في خمسة ابتدائي المدرسة بتاعتها حبت تشككها في الإيمان، لأن اسمها واضح البنت مريان أو غيره، أو لا حبيبتي أنت مسيحية؟ قالت لها أه يا مس. لا طب بص أنا في سؤال محيرني، أولا يا مس يا محترمة، وده أنا رحت وقلت لها خدت مني درس مش ممكن تنسى أبدا، قلت لها يا مدرسة يا محترمة عاوزة تسألي حقك تسألي، لكن مين اللي نسأله؟ طفلة زي كده تعرف ايه دي الا اذا كان انت ليكي نية مش سليمة، وطبعا النية واضحة ان البنت لما تعرفش وتتحير في الامام وتشككيها في الامام من صغرها تطلع تبقى ايه. لكن ده حتى بيقول لك اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اهل الذكر ما احنا موجودين اهو، لكن تسأل طفلة صغيرة ايه السؤال؟ طب بص يا حبيبتي في سؤال محيرني، خير يا مس؟ انتوا مش بتقولوا المسيح هو ربنا؟ لا اه. لا حبيبتي هو في ربنا بينام؟ الكلام اللي فاضل بيقولوه ده وياكل ويشرب وبتاع. لا ما اعرفش يا مس. لا لا ربنا بتاعكم كان في السفينه مع التلاميذ بتوعه وكانت الامواج هتغرقهم فبيدوروا عليه لقوا ايه؟ نايم. هو في اله ينام يا حبيبتي؟ لا ما اعرفش يا مس. لا طب اسالي بابا وماما في البيت. وللاسف عشان كده برضك بهتم باجتماعات زي كده، يا كل اب ويا كل ام انتوا فين من ولادكم؟ انتوا فين؟ في طيارات شغاله ممكن انت ولا دريانه باللي بيحصل حواليك. فالاب مش دريان على عيشته، كل هدفه يجيب في الفلوس وخلاص، كان هي دي بس كل مسؤوليته. والام طول النهار في المطبخ تطبخ يجي العيال يلاقوا الاكل، كان برضك هو ده كل مسؤوليتها. تصبح الصبح تنزل السوق تجيب الخضار تجيب القوطه تجيب الكوسه البطاطس بتاع البتنجان الملوخيه، تخش تطلع تخش على المطبخ تطبخ تعمل سوي، تعالوا يا اولاد الاكل جاهز كلوا اعملوا سووا، وخلصت الحياه على كده. لا فرجعت البنت، يا ماما المس قالت لي كذا. حبيبتي انا ما تدوشنيش انا ما اعرفش، لما يجي يا بابا. قعد السهرانة البنت لما يجي بابا، يا بابا المس قالت كذا، وانت مستنياني لغايه ما اجي انا وطبعا عندك امك. لا بابا عارف ولا ماما عارفه، واخد بالكم؟ طب انت يا مس عاوزه تعرفي، اولا ان احنا هنقول كلام انت جايز ما تفهموش برضك، لان الكتاب بيقول لا يستطيع انسان يقول المسيح هو رب الا بروحه. لكن عاوز اقول جزئيه صغيره، نؤمن ان السيد المسيح لاهوت ونسوت، ولاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. فأحيانا كثيرة كان يظهر ناسوته من أجل أن يحير الشيطان لكي تتحقق النبوة نسل المرأة. فلما الشيطان يلاقيه نايم يقول لك لا لا خلاص أنا كده اطمنت، مش ده اللي جاي يسحقني، ده إنسان عادي أهو نايم. لما يقول أنا جعان يقول خلاص أبا ده إنسان عادي، اللي لغاية النهاردة الناس برضه بتقول كده. لكن برضك في نفس الوقت في حتة أشير إليه، ليه كان السيد المسيح غير إنه عشان يحير الشيطان من أجل تحقيق الفداء والصلب ونسل المرأة يسحق رأس الحية؟ كان في برضك زي ما الحاد وزي الارتداد وزي الكلام ده كله اللي احنا بنقوله ده، في بدع كمان طلع كمان لسه كمان، بس لما الواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين ولا منين ولا منين. تقول لي غير الإلحاد كمان؟ اقول لك اه. تقول لي مين دول كمان؟ يقول لك احنا مسيحيين اه، بس يسوع يكره التدين. يا ابويا انا عليا وعلى سنيني، هو احنا لسه ما خلصناش من دوت يطلع دوت، ما خلصناش من دوت يطلع، ما هو مين ولا الكلام ده كله؟ هو الشيطان. ليه؟ لانه هو يعني المسيح اداله درس ما ينساوش العمر كله، شحقه على الصليب فمش هيسيب ولاده يتهنوا بالنبوة ديت. بعد ما سحقوا معناها بعد ما سحقوا فتح الفردوس للإنسان تاني، رجعوا المرتبته الأولى تاني. طب والشيطان يقف يتفرج بقى؟ لا بقى يقعد بقى يحارب بقى شوية هنا
ارتداد شوية هنا، الحاد شوية هنا، يسوع يكره التدين شوية هنا، يسوع مش عارف ما يحبش الطقوس. مين قالك؟ هو يسوع قالك الكلام ده؟ ده يسوع في حياته هو على الأرض سلم الطقوس وسلم التدين وسلم العقيدة خلال الأربعين يوم بعد القيامة. ايش عرفنا كان طقس المعمودية؟ ايش عرفنا طقس الميلون؟ ايش عرفنا طقس الافخارستية؟ ايش تعرفنا؟ عرفنا كل ده التلميذ استلموه من السيد المسيح له المجد بذاته خلال الأربعين يوم بعد القيامة وقبل صعوده. عشان كده زي ما قلتكم شوية، الكاهن برضك بيروح يقضي 40 يوم بعد الرسامة مباشرة في الدير يستلم ويتعلم الطقس القداس وكل الأسرار الكنيسة اللي هيمارسها بعد كده. فتيجي تقول لي النهاردة يسوع يكره التدين؟ اللي علمني التدين، اللي قال لي الديانة الطهرة، ادي اسم اتقال اهو، لفظ اتقال، اللي هو الدين اللي انت جاي النهاردة تقول يسوع يكره التدين. يسوع نفسه قال لي الديانة الطهرة، علمني ايه هي الديانة الطهرة. ما قال ليش مفيش انا بكره التدين، لكن عاوز نوع معين من التدين وحقه. ايه يسوع عاوز انهي نوع من التدين؟ الديانة الطهرة عند الله هي افتقاد الارامل والايتام في رقتهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس في هذا العالم. يعني في تدين؟ في تدين. في طقوس؟ ده لما شفى الاعمى قال له روح يا ابني اري نفسك لمين؟ للكاهن عشان يكمل الطقوس معاك. يبقى تيجي النهاردة يا عم بتاع امبارح انت كمان تقول لي يسوع يكره التدين، ايش ضراك؟ وتنادي بالبتاع بالفكر بتاعك وعامل لهم دلوقتي كنائس في مدينة نصر، مش ما اقولش عليها كنائس بقى، اماكن يتجمعوا فيها والشباب بتاعنا الضايع يمشي وراه. اللي مش عاوز قيود لا تقول لي لا تدين ولا حلال ولا حرام ولا اصوم 9 ساعات ولا مش عارف ايه ولا الصيام ولا بتاع ولا الكلام ده كله، لا دول حلوين قوي. ما دول حلوين عشان على مزاجك، لكن مش هيوصلوا السما، مش هيوصلوا السما. بقى يسوع اللي علمنا المحبه يكره، بلاش كلمه التدين، ان يسوع يكره التدين بقيه العباره. كلمه يكره في حد ذاتها مش بتاعه يسوع، بتاعي. اللي علمني المحبة اللي عنوانه بقى الله، اللي عنوانه الله محبة، يكره ازاي؟ وعاوز ما صدقك انت كمان، مش وقته الاجتماع الجاي نبقى برضك نقول لكم على الموضوع اللي يسوع يكره التدين دي، لكن خلينا عشان اختم بس كلامي معلش للاسف وبعد كده اسمعك. وصلت النهاية بقى، انا ليه بقول بقى ان كان المسيح شوية يحير الشيطان والكلام ده كله عشان تحقيق الفداء والنبوة دي، لكن في نفس الوقت كلمة نايم وبياكل وبيشرب والكلام ده كله كان برضك بيرد على بعض البدع، لان الله فاحص القلوب والكل، عارف ان في يوم من الايام هتطلع كل البلاوي دي، فكان بيصدها من هو كان موجود. كان عارف ان في يوم من الايام هيطلع واحد ينادي ببدعة كده سخيفة زيه. مين ده وايه بدايته؟ اطاخي. ماله اطاخي وبدايته بتقول ايه؟ عم اطاخي ده جيت شوية ايام قال ان ناسوت المسيح ناسوت خيالي وليس حقيقي. ايه يا عم اطاخي يا نقصتك انت كمان؟ يعني ايه يا عم اطاخي؟ يعني ايه ناسوت خيالي؟ قال لك يعني ما اللي بيتفسفه كتير، يعني عارف لو جبت نقطة خل ورميتها في محيط مية هيكون ليها اثر؟ هقول له لا. هيقول له ناسوت المسيح زي نقطة الخل ورميتها في ملهاش اثر. ايه ده يا عم اطاخي؟ انت عارف لو كلامك ده مظبوط، لو انا هتجنن على جنانك انت كمان، ما المجانين كتروا قوي. عارف معناها ايه يا اطاخي؟ ايه معناها؟ معناها ان عملية الفداء والصليب والكلام ده كله خيالي. يبقى اللي كان على الصليب ده كان مين؟ مع ان الطبيعة نطقت، الطبيعة نطقت لما الشمس ظلمت والقبور تفتحت والكلام ده كله وحجاب الهيكل انشق نصفين فالطبيعة نفسها نطقت ان الصليب ده هو اله متجسد. تيجي انت تقول لي خيالي؟ يعني الصليب كله خيالي؟
يعني الفداء خيالي، يعني القيامة خيالي، يبقى المسيحية كلها خيال. هم اللي احنا دلوقتي نعمل ايه بقى؟ قوموا روحوا بقى. فالسيد المسيح عشان يؤكد ان مش خيالي، انه حقيقي، شابهنا، ادي الحقيقي بقى، شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية واحدة. يعني يسوع يا حبيبي، يا للناس كل شوية تطلع ناس تطعن فيك وانت بتحمل، انت انسان كامل؟ انسان حقيقي لحم ودم زيه وزيك ما عدا الخطية؟ طب ايه دليلك يا يسوع؟ انت يا ابني بتشعر بايه يا انسان يا حقيقي مش خيالي؟ بتتعب عاوز تنام؟ انا كنت نايم في السفينة. يبقى انا برد على اوطاق ان انا حقيقي اهو مش خيال. انت لما بتصوم كم ساعة بالجوع؟ انا كمان لما صمت 40 يوم جعت. يبقى انسان حقيقي هو، في لو خيالي يجوع. انت مش بتعطش تحس بالعطش عاوز تشرب؟ انا على الصليب انا عطشان. يبقى حقيقي ولا خيالي؟ فردود منها يحير الشيطان. عشان كده طارة يظهر لاهوته وطارة يظهر ناسوته من اجل ان يحير الشيطان فيه. خلي بالك لحظة الاخت ديت اللي كان في السفينة نايم، اكد لاهوت ناسوته من ناسوت حقيقي لما كان نايم، وفي نفس الوقت عشان يقول للمس دي وغيرها اكد لاهوته لما قام وامر الطبيعة الامواج اللي هايجة ديت، ايتها الامواج ابكمي، فصار هدوء عظيم في الحال. من هذا الذي يأمر الطبيعة وتطيعه؟ من هذا الذي يأمر الميت الذي قد انتن له 4 ايام في القبر ويقول له لعازر هلم خارجا فخرج الميت؟ من هذا؟ من هذا اللي عمل كل المعجزات اللي خلق عين للأعمى من الطين؟ ده الطين لو واحد عادي حطه على مفتح يعمى. من هذا؟ من هذا الذي حول الماء إلى خمر؟ من هذا؟ من هذا الذي قام منتصرا على الموت؟ أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا هوية؟ من هذا؟ من هذا الذي وعد ديماس قال له اليوم تكون معايا في الفردوس؟ مين انت اللي في الفردوس ده بتاع مين؟ من هذا؟ من هذا اللي هيجي في اخر الايام والناس كلها هتستناه ومستنيينه وعارفين انه جاي وعارفين انه هيجي ويدين؟ وايه ده بقى الفيصل بقى؟ من هذا؟ تقول لي الناس كلها عارفة كده؟ مسيحية يهودية اسلام. المسيحية انا اتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد. الاسلام لم تقم الساعة حتى يأتي عيسى ابن مريم حاكما عدلا. اليهودية هي بس عارف انه جاي، بس الفرق بيننا احنا الاتنين مسيحية واسلام في شق واليهودية في شق اخر. ايه الفرق؟ ان انا واخويا المسلم عارفين ان المسيح جاي وهيدين، اما اليهودي هو عارف انه جاي بس بالنسبة له هو لسه ملاش خالص، هيجي عشان يخلص الاول وبعدين يدين، بالنسبة له المجيء الاول لسه. واخدين بالكم من الكلام ده كله؟ من هذا كل ده؟ من هذا؟ تيجي بمنتهى البساطة يا عم انت يا ملحد تقول لي مفيش؟ او تيجي انت يا عم التانية اللي لسه هنشوفك في المرة في الحلقة الجاية تقول لي يسوع يكره؟ مين يسوع اللي بيكره ده؟ ده يسوع كله حب. ده اي حق، ده الخاطي بيحبه، يحب الخطاة الذين اولهم انا وانت يا ملحد. ربنا بيحبك، يسوع بيحبك. حرام ما تقولش حاجة تدعي على يسوع المحب انه بيكره. نسل المرأة يسحق رأس الحية، وسحق ربنا الشيطان وهو على الصليب، وفتح لينا باب الفردوس وقال تعالوا الي. خلاص بقى خلص، تم ده كله، واتسحق الشيطان اللي كان واقف لك زي البتاع دوت. تعالوا الي يا مبارك يا ابي،
رثوا الملك المعد لكم قبل انشاء العالم. كل سنه طيبين. اخطيت ان انا طولت شويه سامحوني، بس كان لازم نصحى مع بعض شويه وننزل الواقع عشان نشوف الدنيا اللي حوالينا بتقول ايه. كل سنه طيبين.